منحت لي قطعة أرض من قبل الدولة حددت رقم القطعة والمساحة مع فترة محددة لدفع الرسوم الملكية، فإن لم أدفع هذا المبلغ تسحب عني القطعة، واتفقت مع أحد الأقارب بشراء القطعة قبل انتهاء المهلة، فسألوني هل هذا البيع جائز أم لا؟ لا يجوز إلا بعد القبض، لا يجوز أن تبيع الأرض إلا بعد أن تقبضها من الحكومة، تقبضها وتكون في ملكك، أما ما دمت ما لم تقبضها فلا يجوز بيع الأشياء حتى تقبض، قبضها أصحابها. نعم.